أهلا بكم إلى هذا البث المباشر، حيث شهدت الأيام الثمانية الماضية تقلبات كبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بعدما أعلن البنك المركزي قرارا استثنائيا بشأن أسعار الفائدة وما تبع ذلك من قفزات في أسعار الذهب في السوق المحلي. وتباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم 28 من آذار الحالي، وهبطت أسعار الذهب في السوق المحلية مقارنة بالأسبوع الماضي. وهنا سنتعرف على آخر أسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب بعد 8 أيام من قرار البنك المركزي رفع الفائدة، وهل ستواصل العملة الخضراء الصعود؟ بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي يوم 21 من مارس آذار الحالي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل عند 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل عند 9.75%. وقفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأيام الثمانية الماضية مدفوعة بزيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة خلال يومي 21 و22 من مارس آذار الحالي الذي سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 أعلى قيمة له وتخطى 1070 جنيها قبل أن يعاود الهبوط في الأيام التالية. وسجل جرام 18 في اليوم الأول لقرار البنك المركزي 872 جنيها للجرام الواحد، وارتفع جرام 24 ليسجل 1127 جنيها، وارتفع سعر جنيه الذهب بنحو 560 جنيها ليسجل 8106 جنيهات. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2% لتصل عند 1995 دولارا و46 سنتا للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية العاجلة الآجلة للذهب 2% لتصل عند 1925 دولارا و80 سنتا. وفي اليوم الثامن لقرار رفع سعر الفائدة هبطت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات يوم 28 من آذار مارس الحالي بنحو 10 جنيهات ليصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 980 جنيها، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية بنحو 29 دولارا ليصل إلى نحو 1930 دولارا للأوقية الواحدة مقابل 1959 دولارا. وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 839 جنيها، وسجل عيار 24 1121 جنيها، وهبط سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها ليسجل 7840 جنيها. وتراجعت أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية بنحو 29 دولارا بنسبة 1.48% ليصل عند 1929 دولارا للأوقية الواحدة. وارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي ووصل إلى 17 جنيها و40 قرشا للشراء و17 جنيها و50 قرشا للبيع. وارتفع سعر صرف الدينار الكويتي إلى 55 جنيها و8 قروش للشراء و57 جنيها و59 قرشا للبيع. وارتفع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند سعر 4 جنيهات و65 قرشا للشراء و4 جنيهات و66 قرشا للبيع.
وارتفع سعر صرف اليورو عند 19 جنيها و20 قرشا للشراء و19 جنيها و34 قرشا للبيع، وارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 22 جنيها و87 قرشا للشراء و23 جنيها و6 قروش للبيع. وبعد مرور 8 أيام على قرار رفع الفائدة، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18 جنيها و27 قرشا للشراء و18 جنيها و37 قرشا للبيع، بينما الريال السعودي أمام الجنيه المصري توقف عند سعر 4 جنيهات و86 قرشا للشراء و4 جنيهات و89 قرشا للبيع. وسجل سعر صرف اليورو انخفاضا أمام الجنيه المصري ليصل عند 19 جنيها و99 قرشا للشراء و20 جنيها و18 قرشا للبيع، مقابل سعره يوم 27 من مارس آذار، حيث كان 20 جنيها للشراء و7 قروش طبعا و20 جنيها و28 قرشا للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. وانخفض سعر صرف الدينار الكويتي ل 57 جنيها و75 قرشا للشراء و60 جنيها و42 قرشا للبيع، وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 23 جنيها و99 قرشا للشراء و24 جنيها و22 قرشا للبيع. فيما قال خبراء ومحللون ان توقف النزيف الذي يشهده الجنيه المصري امام الدولار يتطلب توافر مجموعة من العوامل، اهمها هدوء التوترات الجيوسياسية التي نشبت نتيجة العملية الروسية الاوكرانية، وعودة الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة بشكل سريع، بالاضافة الى زيادة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر. وأكد الخبراء أن نزيف الجنيه المصري أمام الدولار لن يستمر طويلا بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري عندما قرر تحريك سعر الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض الطلب تدريجيا على الدولار بعد الإجراءات التي من شأنها منع الدولار أو الدولار وتنازل حائزي العملات الأجنبية عنها للحصول على الجنيه لشراء الشهادات ذات العائد 18%، مشيرين إلى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، لذلك بدأ المستثمرون بشراء الذهب كملاذ آمن. مشاهدينا انتهى هذا البث المباشر، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، دمتم بسلام.